الساعة دابا جوج، يمكن بجوج شي حاجة. دخلت شدتني واحد لاكريس وجاني نسيت في هنايا، ورا كاينين دابا في السبيطار كتشوفو انا كيما كتشوفو هنايا. المهم مازال ما عرفتش بزاف ديال الجوج، دارولي تحريق وقلت نبارطاجي معاكم. المهم كنتمنى تدعيو معايا بالشفاء البنات، و كنوريكم فين كاين واحد القصة. كاين واحد القصة داير ليا هدا ودير ليا السيروم، وغيدير لي ديزاناليز ديال لو سون في الصباح، وغيديرهم غادي يشوفو عليهم مع السبعة. نورمال ندوز هنايا حتى جوي هديك جوج، ندخلنا مع الوحدة غنبقى حتى السبعة الصباح. هنايا كاينة واحد البلوك هاني كيما كتشوفو، نتمنى تديرو معايا بالشفاء ان شاء الله. يلا كي خرجت من ليرجونس كما كتشوفو هانتوما، دوزت فيها الليله كامله. راه هي كتبان لكم ليرجونس، انا نقدر نقدرها لكم ليرجونس هيها. يلا كي خرجنا من البارح من الوحده ديال الليل ما نعساش. شوفوا عينيا كي دايرين هانتوما، الله ما نعسى. حنا دابا عاد كاين الريح، كاين البرد، انا و ومسيو ديالي اللي خفى عليا الله يخليه ليا ويخلي صحتو. ها هو غاش يبان هو، ولكن انا نبان لكم. المهم خرجنا دابا، حنا غاديين هذاك لوبيتال. هو لوبيتال كلو غادي تشوفو هنايا، هذا لوبيتال، هذا كلو لوبيتال اللي شفتو هنايا. طرق ليا كلشي، هو وخطا ليا كاع كلشي. هذاك كتشوفو لوبيتال، خرج دوز الليل كامل معاه فيه، ودابا راني خارجة ونقول لكم شندوخة. انتوما مطلق لي عيني وغاش يخليني نشوف سميتو. المهم درت لي لا راديو، درت لي زاناليز على كنشد لي ديكوت، و كاين البرد داكشي اش داير هذا على سميتو مع الترسا اللي كضرني، داكشي اش داير هذا. كاين واحد البرد واحد البرد واحد البرد، ما عاد كاع فين البلاصه هاد السبيطار كاين. هو هذا السبيطار انتوما كتشوفو بلاتي، ندور لكم ليها ها انتوما. هو هذا كله السبيطار، هذا هو السبيطار كله اللي مشيت له في ليرجونس البارح. بيت هنا اختكم، هنا بيت انا البارح، هنايا شفتو عينيا هانتوما كتشوفوهم كي دايرين هكذا هكذا هكذا. غنبان لكم هكذا اليوم في القناة ديالي كي دايرة، ما نقولكمش. عندهم خضورة مزيان. هاي دابا شحال في الساعة؟ العشرة، العشرة يمكن. حنا دابا عاد خارجين من السبيطار هانتوما، هنايا ها هنا فين كاين جيت لالواخ. ما نقول لكمش تهلكت، هلوكه مهلوكه مهلوكه، بغيت غير ندخل نعس هلوكه. ادعيو معايا، قولي الله يشافيني يا ربي ويحط لي الباس يا رحمن يا رحيم، وشافي كل مسلم يا ربي، شافي كل مسلم مسلم. المهم البنات هذا هو لوبيتال اللي كنت فيه، الكلينيك اللي كنت فيه. دابا من بعد ما خرجت يعني في الدار، يعني الحمد لله ما ماشي شي حاجه غابه، ولكن لقاو عندي مشكل ما بين لي توراكس يعني في لي كوت، عندي لي نيرف هما اللي كيديروا لي داك لي كريز اللي كتجيني مره مره. هي انا البنات كنتمنى يا ربي تدعيو معايا وتطلبوا لي الشفاء ليا وجميع المسلمين. وشكرا لكم البنات على خطيكم.